السلام الله عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى آخر موعد إخباري مباشر مستهله كالعادة بالعناوين. خسائر مادية وبشرية بسبب الأمطار الرعدية والفيضانات غير المسبوقة والاستثنائية التي شهدتها عدة مناطق جنوب شرق المملكة، حادث جراف حافلة للركاب بإقليم طاطا أدى إلى تسجيل 10 وفيات فيما 7 ركاب آخرين في عداد المفقودين. وغارات مكثفة شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق عدة في لبنان خلفت مقتل العشرات وإصابة المئات وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات اللبنانية. وناصر بوريطة في نيويورك للمشاركة في أشغال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى الهامش شارك في اجتماع وزاري ترأسه أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، كما أجرى مباحثات مع عدد من نظرائه في مقدمتهم وزير خارجية كرواتيا ومالي. واليوم تفتتح فعالية الدورة 17 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، وتتنافس على جوائز المسابقة الرسمية 10 أفلام طويلة. أهلا بكم. الأمطار الرعدية والفيضانة غير المسبوقة والاستثنائية التي شهدتها عدة مناطق شرق وجنوب شرق المملكة تسببت في خسائر مادية وبشرية بعد أن ارتفع منسوب المياه في الأودية إلى مستويات قياسية تسببت في غرق وعزلة عدة دواوير وخروج بعض المرافق الحيوية عن الخدمة. إقليم طاطا من بين الأقاليم المتضررة، وبه تم تسجيل 10 وفيات في حادث جراف حافلة للركاب وفق ما أفادت به المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، فيما تم إنقاذ 13 آخرين وتسجيل 7 ركاب في عداد المفقودين لحد الساعة. روبورتاج رشيد لطفي والمتابعة لحمزة إيت مسعود. حصيلة جديدة لحادث حافلة واد طاطا، 10 وفيات خلفها الحادث و7 ركاب ما زالوا في عداد المفقودين، فيما تم إنقاذ 13 آخرين في الحادث الذي جاء بعد انجراف الحافلة بفعل السيول التي عرفها الإقليم يوم الجمعة الماضي، سيول خلفت أضرارا مادية في عدد من البنية التحتية والطرق بطاطا. والجهود المبذولة من طرف كل المتدخلين مكنت من تيسير التنقل بعدد من المقاطع الطرقية، والساكنة تحكي عن أمطار وسيول غير مسبوقة. والواد جا حامل كثير، هذا الشيء ما عمرنا شفناه. أول مرة باش نشوف هذه الكمية ديال الماء. والمشكلة الأولى هو القنطرة، كانت مسدودة القنطرة بداك الشيء ديال النخل. والماء طلع. في عندي المحل هنا الكراج جات فيهم تقريبا 3 متر ولا 4 متر ديال العلو، ورافتهم الملفو. وحنا راه ضرينا بزاف، ولينا لا يلا هذا الشيء جا من عند الله مرحبا به. التساقطات الماضية بلغت أرقاما قياسية، حمولة واد طاطا وصلت أكثر من 2300 متر مكعب في الثانية، أرقام لم تعشها ساكنة طاطا منذ سنوات عديدة. هذه 16 سنة وأنا في هذه البلاد السعيدة، هذه ما عمر طاحت بحال هذه الشتاء هذه تبارك الله، ما عمر طاح بحال هذا الخير. وهذه الشتاء هذه قاصحة تبارك الله، راه 4 متر ديال الماء في هذه البلاصة اللي واقفين حنا فيها هنا، 4 متر ديال الماء اللي كانت ديال العلو. هذا خير تبارك الله، هذا الشيء اللي عطانا، هذا الشيء اللي عطانا الله راه خير. الشتاء تبارك الله مزيانه وكثيره، الشتاء كثيره، ولكن غير بالنسبه لهاد الناس، لهاد الناس اللي توفاو الله يرحمهم، هي فاش اللي قاصحه القضيه شويه. ما الحمد لله. السلطات المحلية وكافة المتدخلين تواصل الجهود بالإقليم للعثور على المفقودين، وأيضا تواصل تقديم الدعم لعائلات الضحايا، كما تتكاتف كل الجهود لربط شبكات الطرق وشبكات الخدمات. نبقى بطاطا، ومنها ينضم إلينا مباشرة الكبير مولاي الكبير رئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة إقليم طاطا. بداية من خلالكم سي الكبير، نقدم خالص العزاء لأهالينا في إقليم طاطا والأقاليم المجاورة جراء هذا الخسائر في الأرواح، ونتمنى إن شاء الله يعوض الله يعني الناس المتضررين جراء هذه الفيضانات. بداية نبغيو تعرفونا سي الكبير على الوضع عندكم الان في اقليم طاطا، كيفاش هي الحاله عندكم من بعد مرور هذا يعني السيول وهذا الامطار الرعديه؟ شكرا الاخ زكريا، مساء الخير. مساء الخير المشاهدين الكرام. بالنسبه لهذه الكارثه الطبيعيه اللي نتجت عن امطار غزيره لم تعرف لها الاقليم، كما اشرتم بان الصبيب ديال واد طاطا وصل الى 2300 متر مكعب في الثانيه، وكما نذكر بان واد فمزكيت كذلك
وصل فيه صبي بالقصوى 1900 متر موقع في ثانية. إذن هذه السيول نتج عنها أضرار بشرية كما تحدثت عليه نتيجة جرف الحافلة. هذه مناسبة باش نترحموا على هاد الناس اللي توفوا في هذه الحافلة اللي إلى حد الآن تم العثور على 10 جثث و7 في عداد المفقودين، وتم إنقاذ 13 شخصا بتضافر جهود الجانب. والمجهودات متواصلة من أجل العثور على جميع إن شاء الله المفقودين، لأن جميع السلطات متجندة لهذه الغاية. أما بالنسبة للأضرار المادية فإن البنية التحتية عرفت تضرر بشكل كبير، لا سواء في الطرق أو للمنشآت الفنية، ولا كذلك بالنسبة لبعض المرافق كالكهرباء والماء الصالح للشرب والاتصال. ولكن المجهودات مبذولة إلى حدود الساعة لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه من أجل فك العزلة. كنذكر على سبيل المثال حاليا الطريق الوطني رقم 7 مفتوحة في المسافرين، وكذلك الطريق الوطني رقم 17 الرابطة حاليا في المقطع ديال تيسينت إلى غاية فم الحسن، ثم بعد ذلك الطريق الجوية 102. يبقى فقط بعض المسالك التي ما زالت يعني السير فيها متوقف، كالطريق الجوي 116 ولا 119 او الطريق الوطني 17 الرابطه في مقطع بين فم مسجد وزاكوره. يعني باقي الاشغال فيها مستمره لفتحها امام الساكنه. ولكن بعض المرافق كالماء الصالح للشرب على سبيل المثال في مدينه تطارا استرجع تم يعني استرجاعه. بالنسبه عندنا بعض المراكز اللي باقي فيها الماء الصالح للشرب يعني شبكات متضرره كأقا وفم مسجد وتيسينت، يعني باقي الاشغال متواصله على بجدية من أجل استرجاع هذه المرافق الهامة. ولكن بالنسبة للاتصالات والمرافق الأخرى كالكهرباء راه جميع يعني المراكز. شكرا جزيلا لكم، فكرة واضحة. مولاي الكبير الكبيري رئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة إقليم طاطا، شكرا جزيلا لكم على كل هاته اتضحت. ونهاية أسبوع ماطرة شهدتها مدينة وجدة حاضرة الشرق، حيث تهاطلت زخات رعدية قوية مصحوبة بهبوب رياح وحبات البرد. هذه التساقطات المطرية كما تشاهدون في هذه الصور بلغت 25 ملمترا في ظرف وجيز، رغم أنها لم تخلف خسائر مادية إلا أنها تسببت في أغراق أحياء بالسيول لبعض الوقت، فضلا عن ارتفاع منسوب فيضان مجموعة من الأودية وفي مقدمتها وادي إسلي. خارج الحدود أيضا تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة إيشيكاوا اليابانية في مسرع 6 أشخاص على الأقل وفقدان 10 آخرين. وطوال عطلة نهاية الأسبوع فاضت عشرات الأنهار، مما تسبب بأضرار جسيمة في منطقة إيشيكاوا التي لازالت متأثرة بتداعيات الزلزال الذي ضربها في الأول من يناير الماضي، موقعا ما لا يقل عن 374 قتيلا. خارج الحدود دائما الوضع في لبنان يشي بالأسوأ. غارات مكثفة شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق عدة في لبنان خلفت مقتل أكثر من 350 شخصا بينهم 24 طفلة، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات اللبنانية. من جهته نفذ حزب الله سلسلة هجمات صاروخية استهدفت العمق الإسرائيلي ووصلت حد مستوطنات الضفة الغربية. هذا التصعيد الأخير بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني يثير مخاوف من توسع نطاق النزاع ويثير قلق المجتمع الدولي. حمزة إيت مسعود. برسالة نصية، إسرائيل تدفع سكان الجنوب اللبناني إلى النزوح وترك قراهم، ومن لم تصله الرسالة دفعه القصف إلى ترك كل شيء وراءه. الغارات الإسرائيلية طالت أكثر من 800 موقع لحزب الله من بينها مستشفيات وأسقطت 274 قتيلا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في بيانه إلى سكان لبنان إن القصف سيتواصل إلى غاية بلوغ الأهداف الموضوعة.
سنواصل القصف في الجنوب وفي شرق لبنان أيضا، وبمجرد انتهاء عملياتنا هناك يمكنكم العودة إلى منازلكم. الجيش الإسرائيلي من جانبه أوضح أن ضرباته ستستهدف بالأساس البنية التحتية القتالية لحزب الله. نحذر سكان قرى البقاع والقريبين من المباني التي تضم الصواريخ والأسلحة، ابتعدوا فورا عن تلك المناطق. ميدانيا اكتظت المستشفيات التي لا زالت في الخدمة بالمصابين الذين فاق عددهم 1000 مصاب بينهم نساء وأطفال، رقم ينضاف لأرقام المصابين المتزايد خلال هذا الأسبوع. اعتداء أو حرب 2006، خلال الحرب كلها سقط تقريبا حوالي 10,000 جريح أو 11,000 جريح، نحن في خلال أقل من أسبوع صار الرقم تقريبا قريب من 5,000 جريح. الحكومة اللبنانية أعلنت من جانبها تعطيل المدارس والجامعات في كل أنحاء البلاد وفتحها في وجه النازحين لإيوائهم. نتج كذلك عن الاعتداءات نزوح الآلاف من العائلات من مناطق الاستهداف، ووزارة الصحة العامة مثل ما أنتم بتعرفوا كان عندها خطة لموضوع النازحين. لبنان تحت القصف الإسرائيلي الأعنف منذ 8 أكتوبر الماضي، نازحون بالآلاف والمخاوف تتصاعد بازدياد احتمالات اجتياح بري إسرائيلي منتظر. والحرب على غزة متواصلة لليوم 53 بعد 300. سكان قطاع غزة يحصون بعد نحو عام من الحرب، يحصون خسائرهم في الأرواح والممتلكات، ولا حل يلوح في الأفق. ومنذ اندلاع الحرب نزح الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم ومدنهم طلبا للأمن الذي لم يعد له مكان داخل القطاع المحاصر. والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي في زيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الممتدة ما بين 23 و 26 من شتنبر الجاري، خلالها أجرى سلسلة مباحثات مع عدد من المسؤولين الأمنيين. هذه الزيارة تشكل مناسبة لوضع الإطار القانوني والتنظيمي لتوطيد وتطوير التعاون الأمني بين الطرفين وتبادل الخبرات في مجال التكوين الشرطي وبناء الكفاءات الأمنية. كما تم خلال هذا اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لتأطير التعاون في المجال الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية الأمنية. ووزير شؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في نيويورك للمشاركة في أشغال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى الهامش أبرز بوريطة في اجتماع وزاري ترأسه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أهمية المبادرة الملكية من أجل الأطلسي. بوريطة أجرى كذلك بنيويورك مباحثات مع عدد من نظرائه، في مقدمتهم وزيرا خارجية كرواتيا ومالي. نبقى بنيويورك، وبها تبنت أمس الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة تبنت ميثاق المستقبل. هذا الميثاق الذي يعد ثمرة مسار طويل من المفاوضات ويرم إرساء أسس لعالم أكثر شمولا واستدامة بفضل تجديد دواليب العمل متعدد الأطراف. هذا الموضوع يتوقف عنده عبد الحفيظ المنور في فقرته الأسبوعية حديث في السياسة. عبد الحفيظ مساء الخير ومرحبا بك. أهلا وسهلا زكريا. إذن ما هي أبرز مضامين هذا الميثاق الجديد؟ نعم، ميثاق المستقبل الأمر يتعلق هنا بعدد من الالتزامات جاءت في هذا الميثاق، وقد تم اعتمادها بالتوافق 56 إجراء جاءت في 20 صفحة تنوعت بين أهمية التعددية واحترام ميثاق الأمم المتحدة والحفظ على السلام وإصلاح المؤسسات المالية الدولية ومجلس الأمن الدولي ومكافحة تغير المناخ ونزع السلاح وتطوير الذكاء الاصطناعي. الدول الموقعة تلتزم باتخاذ إجراءات جريئة طموحة وسريعة وعادلة وتحويلية لتنفيذ أجندة التنمية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بأوضاع النساء والفتيات، مما سيساهم بشكل حاسم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وبخصوص السلام والأمن الدوليين وبإضافة إلى ضرورة إصلاح مجلس الأمن، تلتزم الدول الموقعة بمضاعفة الجهود لبناء وضمان استدامة مجتمعات سلمية وشاملة وعادلة ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات وحماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة وحل هذه النزاعات بالطرق السلمية والعمل من أجل عالم خال من الإرهاب في المستقبل وغيرها من الالتزامات. عبد الحفيظ، ماذا عن أهمية هذا الميثاق هذه المرة، ميثاق المستقبل؟ نعم زكريا، هو ميثاق مهم. أولا لا بد من الرجوع للسياق قمة المستقبل، وهي فكرة كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أطلقها قبل 3 سنوات باعتبارها فرصة فريدة لتغير مسار تاريخ البشرية. الأهمية هنا تختلف حسب موقع وقوة كل دولة. مثلا روسيا عارضت الميثاق بالإضافة إلى دول أخرى فيما اختلفت في البداية عدد من الدول حول مكافحة التغيرات المناخية، وتطالب الدول النامية بالتزامات ملموسة من قبل المؤسسات المالية الدولية لتسهيل حصول بعضها على التمويل للتعامل مع آثار التغير المناخي. الميثاق والملاحق المرتبطة به يبقى غير ملزم، ما يثير تساؤلات بشأن تنفيذه، خاصة مع تسجيل انتهاكات يومية لبعض المبادئ المطروحة مثل حماية المدنيين في النزاعات. فالحديث عن ميثاق للمستقبل له أهمية كبرى، لكن ينبغي التوجه للمستقبل في ظل واقع دولي موسوم بالصراعات. لا يمكن الذهاب إلى مستقبل موسوم بالصراعات والواقع يتحدث عن ذلك في ظل الالتزامات الدولية القائمة حتى الآن ولا يتم احترامها. زكريا، شكرا جزيلا لك عبد الحفيظ، وإلى حديث آخر بإذن الله. بحول الله. رئيس الجمعية الوطنية للكاميرون في زيارة عمل للمغرب على رأس وفد برلماني هام خلالها عبر عن سعادته بزيارة المغرب للمرة الثانية، مشيدا بالتطور الذي تعرفه المملكة على كافة الأصعدة والإنجازات التي حققتها خلال السنوات الأخيرة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس. جاء ذلك خلال لقائه مسؤولين بمجلسي النواب والمستشارين. نادي أحتا ويوسف لطفي. رئيس الجمعية الوطنية للكاميرون يزور المغرب للمرة الثانية. خلال لقائه برئيس مجلس النواب أشاد بالتطور الذي تعرفه المملكة على كافة الأصعدة وبالإنجازات التي حققتها خلال السنوات الأخيرة. المغرب يعد من البلدان القوية وتجمعنا به صداقة متينة. يسعدنا التواجد هنا ونشكر رئيس مجلس النواب على الدعوة الكريمة. من جهته أكد رئيس مجلس النواب على العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، مذكرا بسياسة المملكة المغربية تجاه إفريقيا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. أنا سعيد جدا للعلاقة التي تجمعنا بالمغرب. نحن بالكاميرون نثمن هذا التعاون ونسعى دائما للمضي به قدما. رئيس الجمعية الوطنية للكاميرون حل كذلك بمجلس المستشارين، مناسبة لتعزيز وتقوية علاقات التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين. وأفاق الحوار الاجتماعي بالمغرب شكل محور لقاء بمدينة فاس، خلاله نوقش الدور الهام لهذه الآلية في ترسيخ دعائم الديمقراطية التشاركية وتحقيق أسس الدولة الاجتماعية والتدبير الأمثل لعلاقة الشغل. إيمان ورقة. ترسيخ دعائم الديمقراطية التشاركية لتحقيق أسس الدولة الاجتماعية كان محور اللقاء الذي ناقش سبل توفير أسس ومقومات الحوار الاجتماعي وخلق مناخ اجتماعي مستقر. الهدف هو كل الحوار الاجتماعي الآن أصبح محل اهتمام ليس فقط الأجراء بل جميع فئات المجتمع. لما للحوار الاجتماعي من علاقة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؟ وباعتباره آلية أساسية لتطوير علاقات التعاون بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، يلعب الحوار الاجتماعي دورا هاما في إنعاش التنمية الاقتصادية للجهة من خلال انتعاش عدد الاتفاقيات الجماعية. اعتماد مبدأ الحكامة في الحماية الاجتماعية بالمغرب هو مدخل أو من المداخل الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وعلى صعيد جهة فاس مكناس، تم خلال الفترة الأخيرة إبرام اتفاقيتين جماعيتين، الأولى بمدينة فاس وتهم قطاع النظافة، والثانية بمدينة تازة وشملت مجال النقل الحضري، فيما ينتظر إطلاق 10 مشاريع اتفاقيات جماعية جديدة. المسائية ما تزال متواصلة على القناة الثانية، نتابع فيها بعد قليل. الخطان الثالث والرابع لترامواي الدار البيضاء دخل اليوم الخدمة في إطار المشاريع الرامية إلى تزويد مدينة الدار البيضاء ببنيات تحتية حديثة تستجيب لتطلعات الساكنة. ومجموعة من الشباب المتحدر من الأحياء الشعبية لطنجة استفادوا من إقامة فنية نظمت بشفشاون وأطرها نجم الراب المغربي سمير بليكسيم. إذن كما أسلفت، دخلت اليوم فعليا إلى الخدمة مقطورات ترامواي الخطين الجديدين الثالث والرابع اللذان يندرجان ضمن المشاريع الرامية إلى تزويد مدينة الدار البيضاء ببنيات تحتية حديثة تستجيب لتطلعات الساكنة، وبذلك تمت تغطية جميع أحياء مدينة الدار البيضاء سعيا لحل معضلة التنقل وسط العاصمة الاقتصادية من خلال الاعتماد على التكامل بين شبكات الترامواي والحافلات وسيارة الأجرة ودعم التطور السوسيو-اقتصادي المتزايد الذي تشهده كبرى حواضر المملكة. في هذا السياق ينضم إلينا مباشرة من إحدى مقطورات الترامواي بساحة النصر وسط الدار البيضاء حسن لحمدي. حسن، مرحبا بك. بداية، انت فين كتواجد تحديدا؟ شنو هي القيمة المضافة لهذا الخطين الثالث والرابع؟ وماذا عن التسعيرة ديال هاد الخطين الجديدين؟ زكريا، هي رحلة مريحة. انطلق القطار من محطة ميناء الدار البيضاء في اتجاه السالمية، الآن على أبواب حي السالمية، فقد استغرقت الرحلة حوالي 40 دقيقة. هذا الخط الثالث الذي يؤمن الربط بين ميناء الدار البيضاء وحي السلمية مرورا بشارع محمد السادس، بينما الخط الرابع يؤمن الربط بين الحي الصناعي بمنطقة تشارك مرورا بشارع ولاد زيان وصولا إلى شارع مولاي يوسف. إذن اليوم تتعزز مدينة الدار البيضاء وخاصة منظومتها للنقل العمومي بشبكة يصل طولها إلى 100 كيلومتر، فهي تخترق مختلف الأحياء وكذلك المقاطعات، وبذلك يتم يعني استجابة لطلبات المواطنين أثناء تنقلاتهم من وإلى وسط المدينة. اليوم نتحدث زكريا عن 151 محطة للركاب وكذلك عن شبكة متطورة تضم قطارات حديثة تتوفر على مختلف المستلزمات، فهو نقل مريح إيكولوجي جماعي واقتصادي كذلك زكريا. طبعا بالنسبة حسن، سؤال للتذكرة، فقد حدد سعرها في 8 دراهم. طبعا هادشي اللي بغاو يعرفوا المغاربه اليوم، الى هذاك الناس بغاو يركبوا في الخط الثالث والرابع، واش غادي يخلصوا نفس الثمن اللي كان في الخطين الاول والثاني؟ كنعرفوا بانه تذكره كتسوى 8 دراهم، ولا بغيتي تعبئها كتسوى 6 دراهم، هادشي غيبقى؟ واش غيمكن يركبوا فيهم كاملين؟ هادشي الادوات هو كذا كيبغيو يعرفوا الناس. طبعا زكريا، نفس التسعيرة تم الحفاظ عليها، ف 8 دراهم بالنسبة للوصول إلى وسط المدينة، وكذلك استعمال باقي وسائل النقل بما فيها الباصواي. إذا هي خدمة اللي هي اقتصادية بالنسبة للمواطنين، أولا لتفادي الازدحام على مستوى الشوارع مدينة الدار البيضاء وخاصة بوسطها حيث تكثر الأنشطة التجارية وحيث تكثر السيارات والشاحنات. ثانيا بالنسبة للاشتراك الأسبوعي، فقد حدد في 60 درهما، نعم، بطاقة لمدة أسبوع تمكنك من استعمال مختلف وسائل النقل بما فيها الباصواي الترامواي وكذلك خدمة كازا بيس، وهي عبارة عن اتحاد الجماعات الترابية مع جماعة الدار البيضاء بما فيها ضرب عزة ولاد عزوز ولاد صالح الشلالات المحمدية وغيرها من الجماعات. إذن هذه المنظومة الجديدة للنقل العمومي تفهيت
تستجيب لحاجية المواطنين البيضاويين حسن. وهذا يدخل كذلك زكريا في إطار سعي مسؤولي مدينة الدار البيضاء لتوفير نقل جماعي واقتصادي بالنسبة لعامة المواطنين. عندك يوقف الترامواي وانت باقي ما ساليتيش وعندك يجي المراقبة تخلص بكرة. تبارك الله عليك حسن. نعم. الحمادي نعم. وشكرا لك ولفريق المرافق لك. على مشارف مدينة الدار البيضاء. شكرا لك. ووجهتنا الآن جهة الداخل وادي الذهب، حيث تعزز العرض الصحي من خلال افتتاح جامعة محمد السادس لعلوم الصحة للعلوم والصحة. هذه المنشأة العلمية ستوفر خدماتها للآلاف من الطلبة المغاربة والأجانب، خاصة من دول أفريقيا جنوب الصحراء. اليوم تم تنظيم المحاضرة الافتتاحية تزامنا مع انطلاق الموسم الجامعي الجديد. روبورتاج نزار بوحوت والمتابعة لمريم التركة. خلال المحاضرة الافتتاحية للموسم الجامعي بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالداخلة، تم تسليط الضوء على المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس، والذي من المتوقع أن تنتهي أشغاله سنة 2026. المركب الاستشفائي سيضم مستشفى دولي جامعي بطاقة استيعابية تبلغ حوالي 300 سرير وكلية العلوم والصحة. هذا العام الحمد لله تقبلت في الجامعة ديال محمد السادس للعلوم الصحة. هذه الفرصة تحت لنا احنا كتلاميذ الداخل اننا نقراو في نفس المدينة ديالنا، باش ما يوقع لنا تنقلات من مدينة لمدينة والمصاريف وشحال من حاجة. كنت دفعت لها في ذاك العام في 2023، مي انا ديجا تحلت لين اللي كان سمعت الخبر بانهم غادي يحلوها هنايا، مشيت قريت عام ديالي وعاود دفعت ليها ودوزت كونكور كوما اكازا، والحمد لله توفقت ونجحت فيها وغادي نلتحق بالاقسام ديالنا قريبا. الجامعة التي ستستقبل هذه السنة أول أفواجها تتكون من كلية محمد السادس للطب وكلية محمد السادس لعلوم التمريض ومهن الصحة والمدرسة العليا محمد السادس لمهندسي علوم الصحة، وسيصل عدد طلبتها نحو 3000 طالبة وطالب مغاربة وأجانب. لقد تواصلنا مع جميع القنصليات بالداخل من أجل استقطاب الطلبة الأجانب لمتابعة دراستهم في ميدان الطب بالداخل. نحن جد سعيدون ونتمنى أن يتقدم المغرب في مجالات أخرى في جهة الداخل وادي الذهب. على غرار باقي جهات المملكة، تم افتتاح جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بجهة الداخل وادي الذهب استجابة لحاجيات ساكنة هذه الجهة فيما يخص تقديم الخدمات الصحية والطبية. في الخبر الفني، قبل قليل قص شريط افتتاح المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا وتتنافس على جوائز المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة برسم الدورة 17، 10 أفلام من ضمنها فيلمان مغربيان. المهرجان تنظمه جمعية أبي رقراق خلال الفترة الممتدة ما بين 23 إلى 28 شتنبر الجاري. نبقى بسلا، ومنها ينضم إلينا مباشرة عبد الحفيظ العلونة إبو رئيس جمعية أبي رقراق. مرحبا بك سي عبد الحفيظ. إذن بداية، ما هو جديد الدورة 17 للمهرجان هذه السنة؟ مساء الخير وتحياتي من مدينة سلا عاصمة الفن السابع. نحن الآن في المهرجان الدولي لفيلم المرأة المنظم من طرف جمعية أبي رقراق وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة. فهذه الدورة 17 تتميز بتقديم أفلام جيدة أولا، ثم أفلام جديدة صنعت لسنة 2023-2024، وحضور متميز لمخرجات وممثلات ذات كفاءة عالية في مجال الفن السابع. فهذا المهرجان وفي هذه الدورة 17 يتميز ببرنامج مكثف فيه أولا المجر هو ضيف الدورة، وأنتم تعرفون أن السينما الهنغارية لها
باع طويل في العالم وتاريخ يزيد على 120 سنة من العطاء الفني، والبرنامج يحتوي على أنشطة ثقافية وفنية من حوارات بين السينمائيات والسينمائيين وموائد مستديرة وندوات وتقديم مؤلفات وتكوين شباب في السيناريو وفي الصورة، وكذلك أنشطة ثقافية مهمة. اللي كيميز هذا الدورة أن هذا الأفلام ستعرض في كثير من القاعات السينمائية في مدينة سلسلة، ولكن كذلك في الهواء الطلق لتقريب هذا الفن للجمهور السلوي الذي حضر بكثرة، وبدون شك أنه نعم. سيحرز على الجائزة الأولى، لأن الجمهور السلوي بشبابه وبنسائه متعطشين للفن السابع، وهم يشاهدون ويحيون الممثلات المعروفات في الشاشة المغربية. نعم سيد الحفيظ وفي الأفلام المغربية. نائب رئيس جمعية أبي رقراق، تمتاز بجدية التنظيم. شكرا جزيلا لكم على كل هذه الإضاءات، وسنعود إن شاء الله في القادم من نشرتنا لهذا الحدث الفني. والختم فني دائما من مدينة الشفشاون، حيث نظمت إقامة فنية طرها نجم الراب المغربي سمير بليكسيم لفائدة مجموعة من الشباب المتحدر من الأحياء الشعبية لطنجة. إقامة فنية توجت بتنظيم حفل فني شارك فيه مجموعة من الشباب أطلقوا العنان لمواهبهم وأمتعوا الجمهور الحاضر. ريبورتاج صديق بن زينة وفاضل السعدوني. نجم الراب سمير بليكسيم في آخر حصة في برنامج الإقامة الفنية التي أطرها في مدينة شفشاون، والمقيمون هنا شباب جمعهم الشغف بموسيقى الراب، ووجدوا في هذه المبادرة التي أطلقها الفنان بليكسيم منعطفا جديدا في حياتهم يقود نحو تحقيق الذات عبر الإبداع الموسيقي. استفدنا بزاف الحاجات، فهمتي؟ يعني شنو نقول لك، عرفنا موسيقى والانواع ديالها، عرفنا كيفاش تعرف تحاور مع الناس ومع بزاف ديال الحاجات. وشنو نقول لك، انا صراحه الله هادشي هذا عمري عشته، انا هادشي هذا عمري شفته صراحه الله. عاون بزاف ديال الشباب اللي ما عندهم لا موهبه لا حتى شي حاجه، فهمتيني؟ صنع بنادم عادي ردو فنان. 18 عام في الراب، 18 عام في الدومين. هاد الشباب هادو حنايا في الاغاني ديالنا ديما كنحاولوا ننصحوهم بواحد ميساج، يعني كنوصلوا لهم واحد الرساله يمشيو في واحد الطريق اللي مزيانه يعني ويعيشوا حياتهم. انتهت اخر حصه في برنامج هذه الاقامه الفنيه واخر الاستعدادات قبل مرافقه المجموعه المستفيده الى منصه الحفل بمسرح القصبه بقلب مدينه شفشاون. نجم الراب بليكسيم يدشن الحفل قبل أن يفسح خشبة المسرح للمواهب الشابة، وهذا حلم بعض من هذه المجموعة من الشباب يتحقق بمعانقة الجمهور وإبراز مواهبهم بتشجيع من نجوب الراب بطنجة. جاتني هات إنيسياتيف باش نخرج هاد الشباب من الادمان، خصني ما يبقاوش يتبعوا الطريق ضد الدروغا، او لا يبقى يقول انا خصني نحرك اوروبا كيجيب له الله اوروبا راه غادي طفره ولا غيجيب راه سهله. ما كيعرفوش لي دونجي اللي كاينين تما، ما كيعرفوش بزاف د الحوايج. وبغيت نعطي لهم حتى هما الامل، لان دابا لي جون شنو كيقولوا اغلبيه، علاش حنا ما كيتعطاوناش شي فرصه نطلعوا فوق لاسين؟ جيت انا جبرتهم عندهم الحق في هذه النقطه هذه، وبغيت نغير هادشي. هكذا إذن تكون بداية صناعة نجومية من اللمعة الأولى التي تكون في مبادرة مثل هاتها، ورأها شباب مواطن يؤمن بقوة الطموح في تحقيق الحلم. مبادرة انطلقت من طنجة ثم شفشاون لتشمل بعد ذلك محطات أخرى في مدن أخرى. في ختام المسائية إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها: خسائر مادية وبشرية بسبب الأمطار الرعدية والفيضانات غير المسبوقة والاستثنائية التي شهدتها عدة مناطق جنوب شرق المملكة. حادث جراف حافلة للركاب بإقليم طاطا أودى بحياة 10 أشخاص، فيما 7 ركاب آخرين في عداد المفقودين. وغارة مكثفة شنها الجيش الإسرائيلي على المناطق عدة في لبنان خلفت مقتل العشرات وإصابة المئات وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات اللبنانية.
وناصر بوريطة في نيويورك للمشاركة في أشغال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة على الهامش. شارك في اجتماع وزاري ترأسه وزير الخارجية الأمريكي وأجرى مباحثات مع عدد من نظرائه في مقدمتهم وزير خارجية كرواتيا ومالي. شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم بخير، في أمان الله.